الحمد لله رب العالمين. يجب أن نتحلى بالصبر. ربنا قال للحبيب النبي عليه الصلاة والسلام اصبر وما صبرك إلا بالله. اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبر كما صبر أولو العزم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فأي إنسان مبتلي بشيء يصبر، أي أخت مبتلية بشيء تصبر، لأن الخير مش عارفينه فين. للراجل اللي ماتت الست بتاعته دي، ها؟ وبعدين قالوا له ده الست بتاعتك ماتت، الحمد لله إن هي ماتت، دي كانت منغص عليك حياتك وعمرك، ما كنتش عارف تعيش لحظة واحدة، صوتها كان جايب آخر الشارع، كانت فاتحاك في اللي رايح واللي جاي. وبعدين يقول لهم ايه؟ الجيوب يبكي، انت بتبكي عليها ليه؟ ده ربنا رايحك منها. قال لهم لقد ماتت التي كنت بسببها سأدخل الجنة. ازاي؟ قال لقد كان يأتيني منها كل يوم من حسنات فانقطعت عني هذه الحسنات. ما هي بتزعج بس هو بياخد حسنات من وراها. فكل واحد يصبر على اللي ربنا ادهوله، لان انت ما انتش عارف الخير فين، ومش عارف ربنا مخبي لك ايه بكره، ومش عارف شويه المرض اللي فيك دوله ربنا هيعمل معاك بهم ايه. اللي بيحبوا ربنا بيبتليه، واللي عنده شويه مرض يصبر عليهم، لان المرض كفاره، كفاره لكل ذنب. كل ما تئن وتتعب وتقول يا رب ربنا يديك ويرضيك. كل اللي مات لواحد يصبر عليه، ام الشهيد وابو الشهيد اصبر عليه. ربنا ابتلاك بابنك دخل سجن يا اخي، ربنا ابتلاك بان ابنك مش موجود معاك، ربنا ابتلاك بان ابوك دخل معتقل ولا سجن ولا بتاع. اصبروا اصبروا، ده المكان اللي هو فيه عند ربنا جنة. اصبر، انا اللي بقول لك اصبر. المكان اللي هو فيه جنة بالنسبة له، وانت بكل لحظة بتاخد حسنات، وهو بكل ثانية بياخد حسنات. اصبر اصبر، ما تجزعش، لان ربنا مخبي لك الخير، واللي ربنا مخبيه لك افضل من اللي انت تعرفه النهاردة. حاسب على نفسك وعلى اولادك وعلى بيتك وعلى مراتك، محدش يظلم التاني، محدش يغتاب التاني، محدش يتطاول على التاني. لازم كلنا نعيش اخوات مع بعض، لازم الفكر بتاعنا نغيره، لازم كل واحد يحب وطنه ويحب عرضه وشرفه ودينه، ويدافع عن كل حاجة وعن كل شبر في وطنه. ولازم نلغي كل الأفكار التكفيرية دي، علشان ربنا ينمو بهذا البلد ويديكوا ويرضيكوا. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم تولنا فيمن توليت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا أجمعين، اللهم ارحم أمواتنا أجمعين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا.